مساء النور البنات، مساء السرور، مساء كل حاجه زوينه في حياتنا وحياتكم ان شاء الله. كنتمنى من الله تكونوا بصحه جيده. طبعا اليوم جلبت زين والهمه، جلابه جديده برونق جديد. عندنا هاد جلابه دو بيس، شوفوا ستايل ديالها كي داير، شوفوا التوب ديالها كي داير، هذا كريب رقيق وفيها جميع الالوان. شوفوا طريزه اللي فيها هنايا في الكميم الا خفيفه، قالت لكم زينوا الهما الا النوار. طبعا اليوم بغينا نديروا لكم فيديو خفيف بما يجيو الالوان كامله ان شاء الله، غادي نجيبوها لكم. طبعا شوفوا هذا الموديل، هذا الديزاين، والثمن ديالو جد 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 خيالي. الثمن ديالها 200 درهم، تقولوا حتى واحد بيني وبينكم 200 درهم. جلابه ديال رمضان ان شاء الله باذن الله، الله يجعله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما كتمنوا ان شاء الله يا رحمن. دونك هذه فيها التحتاني ديالها سميطات هكذا، وفيها الفوق ديالها على هذا الشكل كتجي مفتوحه. تالي اذا ما بغيتيش تلبسيها مع التحتاني ديالها، انا غنوريكم الديزاين الجديد ديالها. اوكي، هذا اللون اللي هو الغوج اون فيترا، هو ماشي غوج خفيف، هو على شكل بوردو فيه الفيغ. شوفوا، ولكن انا ما درت لهاش التحتاني ديالها، درتها مع كولون وليبوس، درتها مع كولون وليبوت. شوفوا ستايل ديالها كي كتجي، جات غزاله وكتحمق. والثمن ديالها 200 درهم، تقولوا حتى واحد غير بيني وبينكم. مازال ستايلات غزالين، مازال جيل جديد غزال، والالوان فيها الوان راقيه. وكاين هذا اللون يا لالا اللي هو البلو مع الفيغ، شوفوا الشكل ديالها كي داير، حتى هي كتجي دو بيس. اذا بغيتي تلبسيها مع الجين كتلبسيها، اذا بغيتي تلبسيها دو بيس كتلبسيها دو بيس. طبعا هذه جلابه رمضانيه، القبيب ديالها غزال، طريزه ديالها خفيفه، فيها شويشه هنا، هنا كاين بيستاش مع داخل مع البلو، ونفس الديزاين كميمات ديالها على هذا الشكل، كتجي خفيفه وسامبل وغزاله وشي حاجه راقيه مع بليغه. ثم كتعرفوا رمضان من ورا الفطور كنبغيو نتجمعوا، كنبغيو نجلسوا مع الاحباب، رغم هذا الشيء ما عرفناش واش غادي يتحل ان شاء الله باذن الله ولا مازال هذا رمضان. المهم نجلسوا بعض من وراء التراويح في الدار، اذا جا عندك شي حد عزيز عليك قريب منك. دونك هذه كتلبس حتى بنهار في رمضان، لانه ما طويله حتى لي حاجه فيها دو بيس. كي جاتكم باقين في 200 درهم. وكاين هذا اللون اللي هو غري وفيه الغوز وسامبل، حتى هو دو بيس. شوفوا اللون ديالو غزال وتيحمق، حتى ستايل ديالو زوين صراحه، ستايل غزال وعجبني بزاف، يعني يليق بالاجواء الرمضانيه. شي حاجه من خويا البنات، وما مكيناش بزاف في السوق، يعني غادي تلبسيها غير لنتيه، وكتجي مع جميع المقاسات، يعني حتى اللي غليظه تقدر تلبسها، حتى اللي ضعيفه تقدر تلبسها، يعني ما كتبينش الشكل ديال المراه، يعني كتجي شي حاجه من خويا وغزاله. وحتى التوب ديالها ما كيتكملش، واخا تجلسي به كيجي طايح بصراحه، مع شي بليغه تكون في الغوز اولا بليغه في البرونز على هذا الشكل، كتجي غزاله وفنه، بصح تكون راحتك كتستاهليها 200 درهم. يا لالا ويا لالا على هذا الجليل، بشحال غزاله وتتحمق. ستايل ديالها والفصاله ديالها فنه على شكل عبايه، وحتى الطول ديالها غزال، والفصاله ديالها فنه، التوب ديالها طايح، التوب ديالها فن وكيحمق، نازله بهاد لابوند كامله حتى لتحت. الديفيرون اللي فيها واللي عجبني هو كاينه هنايا غير هذا الرشيمه هنا بهاد الوريضات، فيهم هاد الحجيرات هنا خفاف، شوفوا كيفاش تيلمعوا، وفيها الكميم، فيه هنايا هاد الرشمه غزاله، وفيها الحجيرات، ولكن انا نوريكم لكم الثاني ما في حتى شي حاجه، نازل سامبل. شوفوا مقبوط، بالنسبه للبنات اللي ما تيبغيوش الكميمات حاطين، هذا مقبوط وهنا كاين رشيمه. شوفوا غزاله وتتحمق،
فنة. وهذا اللون الثاني ديالها الجون، شوفوا الرشيمة ديالها خفيفة طبعا مع هاد الحجيرات اللي هنا، ونازلة كاملة بالقيطان. هذا الكريب الرقيق ما قلت لكمش الثمن مرة الأولى، هذه 200 درهم بنات، هذه دوبل اكس ال، يعني فيها دوبل، فيها دوبل اكس ال. شوفوا شوفوا هذا الرشيمة هنايا نفس الخدمة ديال النوار، غير هو اللون اللي مغاير. غزالة وتتحمق حتى هي. وهذا البلون ديالها، شوفوا البلون ديالها غزال، غير هو كيخصك تلبسي معها لتحت نوار في نوار باش ما يبينش ليك. دونك شوفوا الحجيرات ديالها. بالنسبة لعشاق اللون الأبيض، كاينين الناس كتحمق على جلال البويضين، وكاين الناس اللي عكس كيلبسوا غير النوار والالوان مغموقه. هذه حتى هي مقاسها كبير بالنسبه لاكس ال ودوبل اكس ال. شوفوا ستايل ديالها نفس الديزاين ديال النوار، طبعا الكميم مطروز والكميم الثاني سامبل، وفيها الطول وفيها فصاله غزاله نازله بالقيطان، كريب رقيق، شي حاجة فنة ومنخوية وغزالة ورائعة. باقي الجديد فيها الألوان كاملة، زينوا الهمة. عارفة مازال الألوان، شنو الألوان اللي فيها؟ غادي يدخلوا لوينات، كاين غادي تدخل فيه الفيغ، كاين فيغ، وكاين ألوان مازال نهار اثنين إن شاء الله غادي نصوروهم لكم، ودابا غادي تشوفوا زينوا الهمة بواحد الجديد واعر. وكاين هذا اللون ديالها اللي هي البلو، شوفوا الفصالة ديالها كي دايرة البنات، فصالتها غزاله وفنه وكتحمق. شوفوا الستايل ديال الخدمه ديالها، شوفوا الحجيرات كيفاش كيلمعوا، الحجيرات ديالها فنينه البنات، واحد اللون فيهم غزال، نفس اللون ديال الجلابه يعني ماشي شي لون اخر مغاير. شوفوا الحجره كيفاش تتلمع مع الشمس او مع الضوء، هنا نفس، شوفوا نفس الستايل، شوفوا هاد الحجيرات كيفاش مخدومين، هادشي اللي عجبني فيها، متقولة ما شاء الله تبارك الرحمن. دونك البنات شوفوا هذا ستايل غزال، وكنت هو رمضاني ان شاء الله بحول الله. باقي في 200 درهم البنات، نازله بالقيطان وكريب رقيق. شوفوا كي جاتكم روعه، يا سلام. هذا الكميم خاوي ما فيه حتى شي حاجه، هو خاوي. وهنا كاينه طريزات مع العقيقات اللي قلت لكم، 200 درهم. وهذه هي الجليبه الغزاله ديالنا اللي تتحمق انا والزين والهمة. شنو رايك الزين والهمة في هذه الجلابه اللي صوبت ليهم انا؟ نو اختاريتها فعلا فعلا جلابه رمضانيه، يعني جلابه متقونة. هذا البنات ماوية، هذا البنات الكول غير فيها ماشي دو بياس، والتوب ديالها كريب رقيق، ونازلة بهاد ال شنو سميتو قيطان ماما، قيطان نازلة بالقيطان كامل، فيها طريزات في الكمام، حنا غنشوفوها مع الزين والهمة. يا لاله يا لاله، سهلا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين كلشي بخير، تحياتي لكم داخل المغرب وخارج المغرب، وكنحييكم ومرحبا بكم عندنا في جلابه رمضانيه ان شاء الله. بالنسبه لهاد الجلابه البنات انتوما شوفوا، يعني هادو ان شاء الله غندخلوا فيهم اللوينات كاملين. هاد الطرزه كتسمى طرزه التاج، طرزه التاج، طرزه ديال التاج اللي غتلبسها اكيد غتكون دايره التاج على راسها، وهذه غتكون مراه مغربيه حره، لانه هاد الستايل كانوا قبل ورجعوه دابا. وبالنسبه للبنات هذا راه ماشي قميص حتى لتحت، لا غير الكول، غير منهن غير يعني الكول. غير الكول هانتوما، الكول ديالو الطرز ديالو كيدير، والثوب البنات كريب، الثوب كريب كريب، واي حاجه تلبسوها معاها راه مع صندال اللي غايه اللي غتجي فينا. الثوب البنات دائما كان
تاكد لكم على تاكد لكم على التوب وعلى الخدمه عقيدات والرجوع الاصل الى الاصل للبنات. نعم 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 يعني اش غنقول لكم غزال. شوفوا الطرزه كي دايره رقيقه الطرزه ما فيها لا تشناف لا والو وبالقيطان رقيقه البنات. شوفوا حتى التحت ديالها شنو الالوان اللي فيها ماما. هادو ان شاء الله البنات حنا بادين فيهم اللوينات غادي يدخلوا نهار الاثنين الاثنين ان شاء الله او الاسبوع القادم الاسبوع القادم يعني اللوينات في المطاخ في اللوينات كاملين البنات ان شاء الله. نوريكم هذا اللون شوفوا هذا اللون راقي يا البنات حمقني وغزال ستايل ديالو فن وجليلبه ما شاء الله متقونه الموف ديالها فن وشوفوا التاج اللي قالت لكم عليه الزين والهمه هو اللي كاين في الكميمات ايوا بصحتكم وراحتكم. شوفوا الثمن ديالها طبعا الزين والهمه قالت لكم دايره لكم الثمن ديالكم شحال ثمن الزين والهمه 230 درهم 230 درهم جلابه جلابه غزاله وكتحمق صحتك وراحتك يا لالا تستاهلي كل خير 230 درهم غادي تلبسك جلابه. طبعا نخليكم مع هذا اللون اللي هو غزال لون شنو نقول لكم واحد الفيغ زوين مع هاد الطريزه في الكمام والكم حتى هو الثاني فيه حتى هو طريزه يعني ديزاينات فنه 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 رمضانيه شي حاجه غزاله وراقيه وشنو نقول لكم داكشي غزال ما شاء الله الزين والهمه جابت لكم جلبات رمضانيه فنه وان شاء الله كتوعدكم بالجديد اللي هو غادي يكون هذا الاسبوع جميع الالوان وجميع المقاسات وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. كنتمنى من الله اذا عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك ديروا ابوني لما كنتيش مشتركه في القناه وطبعا خلي لنا تعليقك رقم التليفون وهادو فيهم اللوينات رقم التواصل مع الزين والهمه غادي يدخل الغوج غادي يدخلوا اللوينات شحال الثمن ديالهم انا ما قلت لهمش ثمن شوفي الطرزه كي دايره الدنيا لا غزاله غزاله شحال الثمن ديالهم 200 الثمن مناسب البنات دونك البنات حتى هما 200 درهم لا غلا على مسكين ومرحبا بكم والف مرحبا طبعا هاد جليلبات رمضانيين تستاهليهم لالا وتستاهلي كل خير معاهم دونك التواصل معنا ان شاء الله هاد الاسبوع المقبل جميع الالوان ديال هاد الديزاين ديال الديزاين الاول ديال الديزاين الثاني اللي كنت صورت لكم جميعهم غتلقاهم متوفرين وتسناونا في لايف جديد وتسناونا في اسعار مناسبه وجد مناسبه ونشوفكم على خير ان شاء الله وكنتمنى من الله تكونوا بصحه جيده و مع السلامة.